نتحدث في هذا اليوم عن صفة مختصرة للوضوء كما جاءت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة. فإذا غسل يده اليسرى يمسح رأسه، ومسح الرأس السنة فيه ماذا؟ أن تبدأ حينما تمسح رأسك، وليس الغسل إنه مجرد مسح، تأخذ ماء لمسح رأسك، تبدأ من مقدمة الرأس ثم تذهب إلى القفا ثم تعود مرة أخرى. هذه الصفة. صفة أخرى طبقها أحيانا، لا تبدأ من المقدمة، لا، ابدأ من المؤخر، من القفا ثم إلى المقدمة ثم تعود مرة أخرى. هذا هو مسح الرأس، وتمسح الجميع، تمسح جميع رأسك، لا يلزم كل شعرة بعينها، لا، لكن نقول الجميع. ومسح الأذنين من الرأس، والصفة لهما كما جاءت بذلك السنة أن تدخل السبابتين في أذنيك وتمسح الأذنين، وتمسح بإبهاميك ظاهر أذنيك كما ثبت بذلك الحديث.